أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كوفي نوتس من أول المحامص المختصة اللي فتحت في مصر، وكانت تتميز بغلافها والكاركتر اللي واخداه في أشكال كل محصول والكاركتر تبعه، وضفعوا استيكرات على الأكياس بتقول التفاصيل بالارتفاعات والمعالجة، ونزلوا محاصيل جديدة من بيناتهم البرازيلي. سبق أنه جربناه مع بعض في الإسبريسو، كان تحميصته أفتح من المعتاد اللي هم بيحمصوها، وكان جدا ممتاز وعجبنا. اليوم إن شاء الله مع بعض راح نجرب الأسيوبي، ومتحمس مع بعض نجرب الأسيوبي. الأسيوبي المعالجة مجففة ومزروعة على ارتفاعات جدا عالية من 2100 ل 2350 متر، وهذا أكيد شيء راح يعطي فاكهية وحمضية كبير بالقهوة. راح نجربها مع بعض على أداة الكيميكس. خلينا نفتح الكيس مع بعض. طبعا مثل ما لاحظنا انه الكيس الاكياس تبع محمصة نوتس ما بيجي فيها فولف، وسبق من زمان انه نحن تناقشنا في هذا الموضوع. هم عندهم سياسة انه الاكياس يبقى ما فيها فولف افضل من انه يبقى فيها فولف، وطبعا على حسب المدرسة بتختلف من مكان لمكان. هذا الشيء طبعا ما انه غلط، هو بالنسبة لهم انه حبس الغازات مع القهوة بيعطي أروما وطعم أفضل. طبعا أول ما تفتح الكيس هتلاقي الريحة فورا على طول طلعت، ريحة جدا جدا حلوة. وهاي شكل الحبوب، الحبوب تحميصها جدا ممتاز، درجة الميديوم أقل من الميديوم بشوي، وفيها حبوب بيري. طبعا ده اللي بيميز المحاصيل الأسيوبية، إنه الحبات ما بتكون متناسقة في الشكل أو في الحجم مثل بعضها، بتختلف. أنا إن شاء الله راح أشتغل فيها على درجة حرارة 90 عشان الحمضية تظهر أكتر. مثل ما بنعرف كل ما رفعنا درجة الحرارة كل ما الحمضية تقل والمرارة تزيد، وكل ما نزلنا بدرجة الحرارة الحمضية بتظهر أكتر والمرارة بتقل. راح ناخد 15 جرام، معنا 15 جرام بالضبط، ورح نطحنهم طحنة الأخشم V60 بدرجة أو بدرجتين، لأنه رح نستخدمها على أداة الكيميكس، والكيميكس بتكون درجتها أخشن بسنة عشان الفلتر بتاع الكيميكس بيجي أدخن من V60. هاي القهوة المطحونة، دائما حاول انك تشم القهوة قبل الطحن وبعد الطحن، وتحاول انك تكتشف الأطعمة او الإيحاءات اللي طالع معك، فحاول انك تاخدها خطوة بخطوة. بالاول هنرطب الفلتر. ترطيب الفلتر بيخلي الفلتر الورقي ياخد مكانه على الأداة، ومنه بنكون سخننا الأدوات، خلينا الأداة سخنة عشان ما تفقد حرارة، وبنفس الوقت نتخلص من طعم الورق لو موجود طعم ورق. معنا 15 جرام، وإن شاء الله رح نشتغل على راشيو 16، يعني 15 ضرب 16 240. التحضيرة كلها هتكون في 3 دقائق لأربع دقائق. بسم الله نبدأ. الصبة الأولى مثل ما نعرفها اللي هي بلومينج، وهتكون ضعف كمية القهوة لمدة 30 ثانية. موضوع البلومينج الترطيب اللي بيصير منه بيسد الفراغات لو موجودة في القهوة، ومنه بيعزز الطعم أكتر في القهوة، بتبقى جاهزة لأنك أنت تحضرها، ولو في غازات بتطرد كل الغازات اللي موجودها لو هي حديثة التحميص. طبعا القهوة اللي معانا بقى لها 15 يوم متحمصة، بما انه هي طبيعية فهتكون الوقت جدا ممتاز عشان نحضرها.
دائما الصبة الثانية بعد البلومينج هي هي اللي بتتحكم في الحمضية، فكل ما كانت أطول كل ما خليت الحمضية تظهر أكثر. فأنا بحب أوصلها للمية وعشرين. واضح طبعا في الصورة نقاوة القهوة اللي نازلها عشان سماكة الفلتر تبع الكيميكس، وهذا هو أكبر فرق اللي يميزها عن أداة الـ V60. قبل ما سطح القهوة يبان نكمل التحضير. هنطلع للـ 190. أهم شيء في طريقة الصب، اختار طريقة الصب اللي بتريحك. أهم شيء لا يكون مستوى سطح القهوة ظاهر، ولا أنه يكون المستوى في زيادة، فحاول أنك تخليها في الوسط، لا السطح يبان ولا يكون في مية زيادة. هنكمل الصب الأخيرة، نطلع فيها ال 240 على طول. بالضبط. طريقة الصب دائما بتختلف من شخص لشخص على حسب الطعم اللي انت بتحاول فيه. في امور اهم من طرق الصب اللي هي نوعية المي، نوعية الفلتر الورقي المستخدم، جودة القهوة المستخدمة، هاي الامور اللي هي اللي بتأثر اكتر في طعم القهوة. اما موضوع طريقة الصب فهي شغلة شخصية بترجع على حسب ذائقتك وعلى حسب ميولك للقهوة. خلصت تقريبا معنا في 2:55، وهذا رقم جدا ممتاز لأنه الكمية اللي معنا 15 جرام ما هي 20 جرام، وهذا هو سطح القهوة. بعد ما تركنا القهوة ترتاح لمدة 2 دقيقة، طبعا دائما احرص على تسخين الكوب قبل الشرب فيه عشان ما يحصل اي فقد للحرارة. تكون قهوتنا جاهزة لنجربها. بسم الله. القهوة جدا كلير، فيها حمضية التفاح واضحة جدا، فيها طعم كيوي كمان ظاهر. بشكل عام الحمضيات كلها مجتمعة. بالنسبة ليك ممكن الحمضية تبقى حمضية تفاح، حمضية كيوي، أي فاكهة يكون فيها حمضية على حسب نوع غذائك أو على حسب نوع الفاكهة اللي أنت بتأكلها في الوضع الطبيعي، لأنه الإيحاء ده مش أطعمة أو طعمات هي موجودة في القهوة، اللي هي إيحاء يوحي لك على طعم نظرا للشم والذوق والذاكرة المخزنة عندك، تشبهها في طعم معين بتاكله في حياتك العادية. القهوة جدا ممتازة، حمضيتها واضحة وصريحة، ما فيها اي نوع من المرارة، التحميص جدا ممتاز، متطورين جدا في التحميص، كان اغلب تحميصهم يكون ميديوم مايل للدرك شوي، لا التحميص جدا مختلف، بقى كواليتي اعلى، المحاصيل بقت كواليتي اعلى، بصراحة شغل جدا ممتاز. بنصح انه تكون تجربوها، وخاصة هواة الفلتر للامانة محصول مميز، وبنصح انكم تجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.